ده اللي عمله احمد خالد توفيق. عمل ايه؟ خد الناس في اتجاهات حقيقيه، بيعلمهم يقروا مش يقروا. هو بره القصه دي خالص، بره قصه الانا خالص. دايما يقول لي انت ليه ما تكتبش قصه حياتك؟ قصه حياتي ايه؟ انا عملت ايه الصراعات والنزاعات؟ اللي هيقرا شغلك يعني هيقول الجمجمه دي فيها ايه اللي بتطلع الكلام الغريب ده اللي جوه الجمجمه؟ هو الكول، هو اللي في الكتب. ما فيش حاجه تانية. يعني انا لما اجي اتكلم عن نفسي فيعني ما فيش حاجه تطول، يعني متزوج ويعول عندي محمد ومريم والحمد لله عايشه هاديه سلسه. ما فيش تجربة تجذب الناس او تشد الناس للدرجة دي ان انا اتكلم عنها، فابطال اللي يتكلموا احسن. يقول لي اكتب بايوغرافي نفسك، صحيت الصبح اتغديتني، صحيت الصبح اتغديتني. يعني انت بتلاقي الراجل بيروح الحمام وينام ويتفرج على التلفزيون، يقوم كاتب ايه؟ مجلد قد كده عن مذكراته وتجربته العميقة. لنا فيه، بمعنى انه ما كانش نموذج للكاتب او الاديب اللي بيحتفي بالاعلام او مفروض على الناس مثلا من خلال القنوات والصحف والمجلات. بالعكس، احمد خالد توفيق بدا كشاب بسيط راح ينشر وكان عنده شغف. في الاول اترفض، وفي لجنه القراءه الثانيه اتقبل، وبالتالي بقى ترس مهم في آلة كبيره ضخمه، المؤسسه العربيه الحديثه. دار نشر بتحقق مبيعات عاليه منتشره، وبالتالي اسمه كبر مع الوقت وكتبه بدات تنتشر وتنجح. ونجاحه ده برضه يحسب للشباب اللي نجحوه وقروا له ووقفوا في ظهره وشكلوا جمهوره الوحيد في مرحله من مراحل حياته في البدايه. هم كانوا سبب في انه يبقى كاتب له اسم شهير وبيعمل مبيعات في فتره التسعينات. كنت بستغرب جدا ان هو بيقول انا بكتب للناس دي بس، مش عارف، مش انا يعني في فتره من الفترات هو كان بيقول ان انا ده جمهوري وده اللي انا بحبه وده اللي انا بكتب له. وقعد فتره يكتب للناس دي، بس. انا سعيد بالمجال اللي انا بكتب فيه جدا، انا موجه للشباب، ما حاولتش ابدا ان انا اوجه لفئه تاني. مش في ذهني، وجمهوري انا عايزه، يعني ده جمهوري اللي انا عايزه فعلا. وكمان الجيل ده لما كبر احمد خالد توفيق نفسه بدا يكبر، مش زي بعض الكتاب الاخرين كانوا على درجه من الجمود الادبي بحيث فضلوا مكانهم. خيالهم هو هو، افكارهم هي هي، اسلوبهم هو هو، الشخصيات اللي بيكتبوها غير متطوره. انما احمد خالد توفيق كان طول الوقت بيطور ادواته وشغال على نفسه ككاتب ومفكر. وهنروح بعيد ليه؟ تعالوا نبص على ما وراء الطبيعه، السلسله التي شهدت البدايه والنضج وما قبل النهايه. هنلاقيها مع الوقت تقنيات الكتابة فيها بتتغير، اسلوب السرد، الشخصيات، الاحداث، طريقة المعالجة، كل ده طول الوقت قابل للتجريب والتجديد. حتى مقدمة السلسلة مش هتلاقيها ثابتة زي باقي السلاسل، المقدمة في كل رواية بتتغير حتى لو اتقال فيها نفس المعلومات، بشكل فعلا يحسسك انه قاعد معاك بيحكي لك، بيكتب لك انت مش بيكتب عليك. وده كله كنتيجة اننا احنا بنكبر وهو بيكبر معانا. هو حرفيا كبر معانا، يعني احنا هو كبرنا وكبر معانا حرفيا كأديب وككاتب وكمفكر يعني. فبقولك انت لو عملتي رصد لكتاباته مع الوقت هتلاقي ان هي انعكاس لينا. انا مواجه للفئه الاكتف، الفئه التفاعليه اللي بتتحمس وبتقرا وبتراسل وبترد وبتجرب تكتب وبتناقش وبتغضب وبتتحمس. لا دي فئه فعاله جدا. فانت طول الوقت بيحاول يواكبنا ويحلق علينا كده، مش عايزنا نفلت من ايديه، ولو شاف وعينا زاد فبيحاول هو يزود الجرعه. نموذج متفرد لاديب فعلا ما شفناش زيه، اديب مشروعه الادبي مرهون بمستوى وعي قراءه الشباب لحد ما خرج من اطار المؤسسه العربيه الحديثه. وده حصل لما الجيل ده كبر وبعد تماما عن مرحله المراهقه. هنا بقى بدا يصدر مشاريع روايات ادبيه عملاقه زي يوتوبيا والسنجا ومثل ايكاروس وشقليب، بالاضافه لسيل كتب المقالات الكتير واللي نزلت بره المؤسسه. كتب بتخاطب وعي مختلف وانضج، شباب كبروا وبقوا قادرين على صنع مجتمع، بقوا هم المجتمع نفسه. بدأ يكتشف قد ايه هو تأثير ونافذ بدون ما يقصد. هو نيته في الاول كانت انه مجرد حد صادق عاوز يسليهم ويمتعهم وبدون ما يفرض عليهم مثل وقوالب اخلاقيه جافه. تعبير شعبي بيقول الغرض مرض. صحيح. يعني لما انا صحيح. اقعد مع حد وحاسس انه عايز يقول لي معلومه وبيغلفها فانا برفضه، لكن دكتور احمد هو بحد ذاته كلامه مسلي ومثير. عمره ما تعمد ابدا يعص في رواياته، وده كان جزء من منهجه. لنا فيه بمعنى ان احنا اللي عملناه نجم. مع شده الانتشار دي والنجاح الكبير والاحتفاء الرهيب مننا بيه، تحول احمد خالد توفيق لنجم مجتمع غصب عنه وبدون اي رغبه منه في حاجه زي كده، لان ده اصلا لا يناسب شخصيته. الراجل ده من كتر التواضع بتاعه كل واحد فينا بيعتبره عمه وخاله. كان في واحده كاتبه انها قابلته في احد اروقه الكليه فبتقول له انت جاي تعمل ايه؟ فقال لها جاي اقبض. عادي.
انا في ناس يجوا مثلا يقابلوني في المستشفى، طب يدخل من الباب يعني نظام فين احمد خالد الامن مين يعني ماشي مين ده، فهم متخيلين بقى انا قاعد في تحت وحط ايه رجل على رجله ايه بلعب في قطه ها وكل شويه يجوا ايه يبصوا الخاتم اللي في ايدي، يعني مفكرين ان في قطه كده مكتوب عليها العراب انا على فكره ماليش مكتب، احنا في مكتب للاساتذه المساعدين وفي مكتب للاساتذه ومكتب للمدرسين، انا ما عنديش مكتب، انا بقعد في مكتب الاساتذه المساعدين. طبعا لفظ العراب ده بيحملني مسؤوليات رهيبه جدا وانا مش قدها، لان هو فعلا الشباب بيدوروا على مثل اعلى بس ايه مش لاقين فبيصطنعوا بيعملوا واحد مش هو مش مثل اعلى، فهو اللقب ده لا ده صولجان ايه لا استحقه او روب واسع عليا قوي. هو ما يحبش يبقى نجم ولا محط الانظار ولا تحت الاضواء، والدليل على كده انه كان مصدر رفعت اسماعيل دايما الشخصيه اللي كتبها وبيستخبى وراه، وبعد كده بقى الاعلام بدا يهتم. لما كلمته علشان ابلغه ان احنا اخترناه لتكريمه اول سؤال ساله لي انتم مكرمين مين؟ ايه سبب التكريم؟ هو مبدع من نوع خاص، وحب يشوف بقى مين الشخصيه الناجحه المنتشره اللي عامله كل الهلمه دي بعيد عنهم. وكان ملهما ايضا لاجيال كثيره من الادباء يعشقون هذا الكاتب. مغرب، تونس، جزائر، ليبيا، الكويت، السعوديه، كانوا بيتداولوا كتبه على انها يعني حاجه مش يعني مش كل المؤسسات كانت بتنشرها هناك، فكانوا بيتداولوا على انها حاجه مش معقوله. يرون في خياله نافذه جديده نحو عالم لم يرونه. وبالتالي لما بدا ينتقل كنجم للاعلام كان جاي مننا احنا. اول حد نحس ان احنا اللي مصدرينه للاعلام مش الاعلام مصدره لينا، وبقينا بشكل ما كل ما نشوفه في لقاء في التلفزيون والاعلام معترف بيه كنجم نحس ان ده انتصار لينا. الحب اللي حضرتك كنت بتشوفه في اي حفل توقيع او في اي مكان دكتور احمد بيبقى موجود فيه مختلف عن اي مكان تاني، يعني اي دكتور احمد بيتصور معنا كواحد صديقنا كواحد صاحبنا، هو ساعات اللي يجرنا يقول لنا تعالى ما اتصور معاكم. شخص كنا كلنا محتاجين لابداعه وبدا معانا، وكان يحكي لنا ويسلينا وينزل لنا في اللقاءات ويعمل لنا حفلات توقيع ويحضرها ويرد علينا في الايميلات والمنتديات. الكاتب المبدع دكتور احمد خالد توفيق. الشخص ده اهو في التلفزيون. حتى في اللحظة دي هو بالبدلة في قمة الشياكة، مش هتقدر تشوفه غير باباك او خالك اللي طالع يستلم عنك الشهادة في حفل تكريم اولياء الامور. ده كان انتصار لينا كجيل شباب حس انه في مرحلة من مراحل ملوش صوت، او انه محدش مهتم بيه ولا بيعبر عنه. لا، هو كان بيعبر عننا جدا، وكان بيقول كل اللي جوانا بدقة. احيانا بيكتب حاجات كنت اقول يا دكتور حضرتك بتعبر بالظبط على اللي جوانا بس احنا مش لاقيين له كلمات. تالي بقينا حاسين انه مننا قوي وبتاعنا. فانا ماسك التليفون في ايدي كده، يا نهار ابيض دكتور احمد خالد توفيق بيتصل من الناس اللي اثرت في حياتك بيتصل بيك في التليفون. يعني انا من اكتر الحاجات اللي مأثره فيها في حياتي هو اني كنت طفل صغير في ثالثه اعدادي، كنت حاضر لقاء ليه في روايات، كنا في حديقه الفسطاط، انا فاكر المكان لحد دلوقتي، وفاكر ان هو الراجل جه ووقف الناس تتكلم معاه وبتاع، كان بيتكلم على روايه لنجيب محفوظ، كان فاكر انها كانت بدايه ونهايه، وانا كنت يعني بالصدفه كنت لسه قاريها من فتره، فانا قطعته بكل يعني طيش الشباب وقلت له ان انا شايف ان الكلام ده اللي حضرتك بتقوله مش ادق تفسير. فقال لي امال ايه ادق تفسير في وجهه نظرك؟ فقلت له التفسير بتاعي. فقال لي انت صح، انت عندك حق. احنا دايما متعودين كشباب في السن ده ان انا اي حد بقول له رايي بياخد رايي يحطه على جنب وبعدين يقول لي بقى الصح. انا طفل صغير عنده 13-14 سنة واقف وسط جمع كبير جدا ودكتور أحمد خالد التوفيق لناس كلها دي جاية عشانه بيقول لي أنت صح، أنت عندك حق. أنا ما كنتش واخد بالي قوي من الحتة دي. دكتور أحمد وهو الدكتور أحمد المشهور الكاتب اللي كل الناس بتحبه بيسمع أرائي أنا ويناقشني فيها ويرد عليا ويقول لي أنا موافقك في كذا ومش موافقك في كذا. بس ده كان درس عملي فعلا، هو اللي عملها قدامي فعلا كده. واكتشفت أنه لا عادي، الواحد ممكن يقول أنه غلطان عادي. تقول ناردي بعد هذا كلاما كبيرا عن كتبي لا أستحقه طبعا، لكنها تعتقد أن هذه الكتيبات أعادت لها الثقة في مصر. في نكتة بسيطة، في رجل عجوز، أطفال يلهون في الشارع، في رائحة البخور يوم الجمعة إلى آخره. الخطاب مليء بهذه المجاملات الرقيقة ولن أنشر كل شيء، لكني سأحتفظ به كي أخرجه لحظة احتضاري وأقول لم تكن حياتي بالحمق الذي حسبتها به. وفي النهاية بوجه الشكر الأساسي لرئيسي المباشر والشخص المسؤول عن أي حاجة أنا فيها وعن وجودي النهاردة هنا اللي هو القارئ. شكرا جزيلا.